ما كناش عملت ايه؟ شو عملت ايه؟ لك شو عملتي؟ لك شو عم تعملي يا بنتي؟ ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ احكي. لا تؤاخذنا يا اخي، لا تؤاخذنا، بنت صغيره ما بتفهم. شو عملتي انت؟ شو عملتي؟ شو هالتربية يا بنتي؟ كان هيك ربيتك؟ بابا انا ما لي تربية، بس هذا مستاهل يا بابا. يا اخي والله ما بيصير، ما بيصير الحكي. المصايب تبي كلها صارت مي، ولبسي صار مي، شو هالقلب تربية يا اخي؟ العمى. حقك علي يا اخي. شو ما بدك انا جاهز لعيونك والله، من عين هي قبل هي. خلص يا معي يا اخي، بنت صغيرة قلت لك غلطت، لا تؤاخذها. بابا لا تعتذر منا لهالوطي، لا تعتذر منا. بس بنتي عيب، شو هالحكي هذا؟ عم بيصير معك انت؟ يا عيب الشوم يا اخي. يبدو انه بنتك شوي ما بتعرف تحترم الواحد، حتى الاكبر منها بتحترمه. يا عيب الشوم بس. يا اخي مبين عليك ما عرفت تربي. خلص اخي، حقك علي، حقك علي. ما عم بعرف ليش بنتي عم تحكي اليوم، شو صاير لعقلها؟ خلص اخي، شو بدك انا جاهز لعيونك؟ ما بدي منك شيء يا اخي. بس خذ هي بنتك من هون وروح، الله معك. خلص تمام اخي، تمام، امشي امشي. شو ما كان عامل لك؟ احنا شو دخلنا؟ شو عم بيصير معك؟ ما بصير تعملي معه هذا الشيء، بتفهم ولا لا؟ مين انت اللي تحاسبي الناس؟ شو دخلك فيه؟ بابا هذا حيط من السيارة. شو؟ مزبوط هذا الحكي اخي؟ بابا لا تسأله، روح وشوفه بعينك. متأكد، تعي لشوف، تعي. اخي وين طول بالك؟ شو اطول بالي؟ ما في حدا بالسيارة، روح اخي روح خلص. نزل ايدك خليني اتأكد لحالي ولك، ولا تحكي كثير. افتح الباب. تعال شوف. هاي فتحته. افتح با. شو هاد؟ جيت. عمو ساعدني، الله يوفقك يا عمو ساعدني. ليش هيك عم تعمل فيني؟ اتركني، الله يوفقك. بس لا تسمع منك ولا حرف. اخرسي. تعال شوف يلا. طفعوني يا عمي. لك ايه؟ اطلعي بالسيارة، ما بتزي بالسيارة، يلا. اخي والله شوف، خليني اروح معك على البيت. لا خليكي هون، يلا بركي بركي هون، بركي بدك تيجي على البيت، يلا بركي هون ليك. يا الله شو انت ظالم. انت مكانك هون، مكانك مو عندي بالبيت. فرحانه حالك اخذك على البيت لعندي لاشوف. تفي عمال يضرب اي ضرب. انت ليش وقفتي؟ داي يلا امشي امشي. اخوي 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 بابا شوف هداك. لك وين رايحه بنتي؟ كرمال الله خدني يا أبو، خدني معك. عمل يضرب ضرر. هيا أبو السيارة، خليكي جوا. أيوة هيك. يا حقير ما في حدا يا حقير، ما هيك؟ ايه أخي عن جد ما في حدا، هي أختي بتكون باركة بالسيارة عم تنتظرني. لا بابا روح حبسها. تكذب يا كلب، ما هيك؟ عم تكذب اخي. حتى لو كنت عم بكذب انت شو لك علاقه؟ اختي وانا حرفيه، عدم مؤاخذه، لا تدخل شغلات ما بتخصك يا اخي، هي امور عائليه بحلها بنفسي. واحد مثلك حقير ما بيستاهل يشوف اطفال هاي البنت. هاي البنت رح اخذها معي وعيشها عندي، انت ما بتستاهل تعيش معك هاي البنت. عليك يا ريت يا عمو يا ريت. شو الشغله على كيفك؟ بجيب لك الشرطه، شو تاخذها لاختي انت؟ حلو الكلام، وانا واختك بنحكي للشرطه انت شو بتعمل معها، شو رايك انت؟ اه لا لا اخي خلاص بنحلها بالتفاهم، بدك تاخذها لاختي خلاص خذها، اصلا انا ما بدي اياها لاختي، ما بدي اياها عم توجعلي راسي. ايوه هيك انت عيني، بس لما تحس وتفهم شو معنات كلمه اخت وقتها بتعرف. قومي يا عمو قومي روحي معي. عمو بدي اروح معك؟ ايه يا عمو ايه، وراح عيشك انت وبنتي نفس الشيء. تعالي امشي روحي معنا يا عمو، راح اريحك من هذا الظالم. امشوا يلا امشوا. الله معك اخي، الله معك. خليني اروح اركب واهرب. خلينا نشوف مين وصل لهون من الفيديو، اللي وصل لهون من الفيديو يكتب لنا بالتعليقات كلمة ما شاء الله أو يصلي على الحبيب محمد، ولا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتتابعوا القناة وتشاركوا هذا الفيديو في كل مكان حتى يوصل لأشخاص غيركم، وربي يسعدكم ونحن فيكم ونكبر. السلام عليكم.